نرحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحاسوب @JTV. انا اليوم معكم طارق العبدالله. رنا سلطان، اهلا وسهلا فيكم. خلينا نستعرض مع بعض فقراتنا لليوم. فقره الانترنت واستخداماته، رح نحكي مع بعض عن الاي كاردز وبالذات عن عيد الام. بالنسبه لداونلود ذا ويك رح نستعرض مع بعض برنامج جيت رايت. بالتقرير الخارجي رح نكمل مع رشا وماجده وتقرير اليوم عن الويندوز. اما بالنسبه لموفي اوف ذا ويك رح نشوف برنامج فيلم سيفينج ذا لاست دانس. بالتجاره الالكترونيه رح ندخل على موقع ebay.com. اما بالنسبه للعبه الاسبوع رح نشوف ايش اخر لعبه رح تجيب لنا اياها رشا. باغنيه الاسبوع رح نسمع مع بعض ديانا حداد واغنيه امشي وركبوهم. خليكم معنا، لا تروحوا بعيد، نكمل مع بعض فقراتنا لليوم.